فيش تسبيق كما تونس ولا سوسة بلايس وين نمشيو. يلا ديما منورينا وديما حفلينا رياض رمضان ديما حفلة البلاد بصفة عامة ديما حفلة في البلاد. الله يا خويا احنا ديما حفلة قهوة نمبر وان في البلاد العربي شفتوه في رمضان حتى عباد تعرف عليه مش ضد هي كل بلاصة والجو متاعها كيف اسمه فهمني. أجواء رمضان في صفاق صحنا تو موجودين في قهوة دار العنبر ديما حافلة هكا وديما ربوخ وجو إن شاء الله ديما منورينا وديما حافلينا ورمضان هكا وبطبيعة كان الصهريات وكان الجري وأكثر العباد ما عندهمش وين يمشيو يجيو كان القهوي يعني ما عنيش تصفيق كيما تونس ولا سوسة بلايس وين يمشيو فهمتني أبر القهوي كنا نفرح دورو إحنا بيهم كاو وسيتو هكا مش فما المول وفما المناج وفما الناصرية وكذا ولكن الصفاق يحبوا يجيو للقهوة أكثر ما عندوش ترانسبور ديما تلقى ريحتك في قهوة خير المول ماهوش بور توجور كيما نقولوا فهمتني المناج يعني اللي عنده لي زونفون مش يعني اللي بدا هكا كوكلويت ولا حاجة دونك ماذا بينا نستكشفوا حاجة أخرى جديدة ديما حتى معناتها المول جا حل في صفاقس وحاجة جديدة معناتها ما كانش عندنا هوني والعباد على الأقل متقوين تمشي تلقى تحوس معناتها تحوس تمشي للمول تمشي تو الجو في المدينة العربية ديما هكا حافلة في القهاوي سواء معناتها دار العنبر ولا دار بيا ولا غيرها أي بريود رمضان ديما حافلة البلاد بصفة عامة ديما حافلة في البلاد خاصة الناصرية وهيك ماكلة والعباد الكل ديما مقاوين نمشيو كان قهاوي وحاجات ديما في رمضان ديما الدنيا شيخة فما برشا أمبيونس والله توا ذي تسمى ثالث رمضان معناها بسم الله ما شاء الله خيرات عباد وبرشا جو سيرتو في وسط البلاد العربي معناها قعدات عربي وكذا سيرتو في رمضان حتى عباد تعرف عليه مش ضد وبرشا معناها أصحاب ديجا أنا أول تعاملوا مثلا أصحابي عرفتهم جيت في رمضان قعدنا أصحاب برشا معناها فهمت ديما حافلة هكا في دار العنبر وفي القاوي بصفة عامة في المدينة العربي ديما كل ليلة بالنسبة كل ليلة هكا وكل ما يقرب العيد كل ما يزيد دكتور والعباد معناها فهمت باهي تو أنتم كشباب وديجون معناتها موجودين في صفاقس تفضلوا أنكم تمشيوا مثلا للمول وللناصرية ولا أنكم تجيو للمدينة العربي؟ والله شوف هي كل بلاصة والجو نتاعها كيف اسمها فهمني مثلا المول عنده جو الخاص به قعدات عربي كيما هكا دار العنبر دار بيا قهوة المدينة قعدات سبيسيال على المول ولا على القهوة الميكس ولا فهم كل قهوة وجو كل بلاصة وجو والله يا خويا احنا ديما حافلة قهوة نمبر وان في البلاد العربي برك الله العبيدة كلها شيخة العبيدة كلها متفردين ديما نمبر 1 من ناحيه شنو من ناحيه معناتها السيرفيس من ناحيه الجو الاسعار من ناحيه الاسعار من ناحيه السيرفيس من ناحيه النظافه نتاع الكليونات من ناحيه خويا جونا صارياتنا وحدنا فهمت سيرفيسنا وحده وخويا مرحبا بكم بحذانا نسونا ديما حافله ديما حافله الحمد لله ربي ديما كومبلي فهمت كليوناتنا فرحانين بينا اخويا واحنا اخويا ما احناش مقصرين معاهم معناتها عاملين اخويا احنا اسمعني هي بصفه عامه معناتها السيزون تاعنا احنا في رمضان قهوي الكل هنا المدينه العربي نحكي في القهوي معناتها السيزون تاعهم في رمضان في سير الايام اخويا صحيح فما شويه خدمه ما مش كيما رمضان معناتها رمضان هيك يتسمى احنا السيزون تاعنا فهمت ديما جو بلاد العربي فهمني ولا ليل نهار ديما الجو سمح ياسر فهمني ولا في دار العنبر ديما حافله هكا لا ديما حافله ونظيفه واحد كل عائلات وانت يا كريت كل شيء بعينيك معناتها فهمني ولا جو رمضان قبل خير ولا توا خير
لا توخير توخير بالقهوي واحد قبل ما كانش فيها قهوي ما كانش واحد فهمني ولا ما انت جوال تو سمح ياسر. انا لا ماليش بتوقف الشريان اللي فات رمضان في المدينة العربي في صفاقس. احنا توا موجودين في مقهى دار بيا مع سي ناصر الدكتور صاحب المقهى والمركز الثقافي الموجود في المدينة العربي. كان تحكينا سي ناصر على جو صفاقس وجو رمضان بين قبل وتوا وشنية الأنشطة اللي تعملوا فيها في دار بيا. عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم كانت تقدمنا شوية دار بيا، شنية الأنشطة اللي عندكم، شنية الأجواء في رمضان؟ تأسست دار بيا سنة 2016 ورتبتها وزارة السياحة كنزل ذو طابع مميز يخضع لكراس شروط 5 بنوك. ويعني أنا مقيم في الخارج من زمان وقررت اشتراء منزل عتيق، هما منزلين وجمعناه منزل واحد وتم الترميم لمدة 7 سنوات ترميم على قواعد الممار العربي الإسلامي وفي مدينة صفاقس. في إطار نزل دار بيا عملت مقهى وسميته مقهى بلقيس. الجو في المدينة العربي وفي صفاقس في رمضان نعرفوها تحفل، الناس الكل يحبوا يجيوا للمدينة العربي، يجيوا للقهاوي اللي موجودة. كان تحكينا على الأجواء في صفاقس. في بلاد العربي كل رمضان معروفة دار البيا، معناها فهمتني حافلة كل رمضان الوقت من 8:30 الليل كل رمضان، مش أول رمضان مش ثاني رمضان، ديما معبي القهوة هذه خاصة دار البيا. جاوا عائلات، فما الروستو هذاك على اليسار فهمتني، جاوا يشقوا الفطر ولهنا فما قهوة واحدة فهمتني كل رمضان كهو. والله جو صفاقس ديما جوها حفلات فهمت، ديما العائلات يتلمنوا في باب الديوان ومن بعد يتفرقوا كل واحد يمشي في بلاصة فهمت، بعد شقان الفطر ديرك تحفل صفاقس ديما حافل. عسليمة. صح شريط. صح شريطك. شو اسمك انت؟ جنان. وش تعمل جنان هون؟ بحذا بابا نخدم. ديما حافلة في صفاقس هكا؟ أيه. وش يعجبك في صفاقس؟ يعجبني نسحر نلعب في الليل باي حافظة ونشودة ولا غنية هكا متاع كوميك؟ حافظة. غني لي ترى. أنا طريقتي مطر وينهمر على البحار وجزر فالعشبون هو يزهر وطير يسوش فقلوا حي ينتظر قد عوى وخير الوطن. بركل عليها بنتك عايشك. تربية وأخلاق وتخدم مع بها. هاي أوكي تتابط بحذية داري لهنا قريبة للقهوة وتقعد بحذية لهنا بعد شقال الفترة تلعب بحذية. وانت ليه بقى في القرايه والامور هذيك ولا انت في الخدمه وجو؟ انا وامه بينصير. شنو الجو في صفاقس في رمضان وفي القهوه الصفاقسيه وين يمشيو؟ والله جو طيبه برشا لهنا، اكثر تبارك الله البلاد العربي ديما حافله لهنا سيرتو في شهر رمضان. لهنا عندنا في قهوه البي يجيونا برشا عائلات برشا شباب يسهروا الحمد لله، معناتها الاجواء ممتازه برشا. جو رمضان قبل الخير ولا توخير؟ نوض بدلت برشا طورت برشا زادة فهمتي، ولو برشا تو قهاوي وبرشا سهريات ويحبوا الربوخ ديما هكا والجو برشا برشا يحبوا الجو برشا.
برشا. باش تقول للصفاقسيه ولا العائله والناس اللي باش تفرجوا فيك؟ والله نقول لهم ان شاء الله رمضان ينعاد علينا بخير ان شاء الله. بلي حاجه وحاجه اخرى نحب نوصلها اللي يحبوا صفاقس بالذات، راهي صفاقس محرومه برشا، راهي صفاقس ماذا بينا على استاد كبير، صفاقس ما فيها حتى شيء، فيها نادي رياضي صفاقسي اللي هي حاجه معناتها راهي تزهي البلاد وتشيخ البلاد. رانا احنا عندنا التيران يهز في 8000 9000، رانا نحبوا التيران تاع 40 و50 الف متفرج.